فشخصيتنا لهذه الليلة هو فرانشيسكو كابريو المعروف باسم فرانك كابريو. ولد في 23 من نوفمبر عام 1936 في أسرة مكونة من 3 أبناء من أب إيطالي من تيانو، فيما تعود أصول والدته إلى مدينة بروفيدنس بالولايات المتحدة. بدأ فرانك كابريو العمل كمدرس لفترة زمنية، وكان يعمل في الوقت ذاته كغاسل للصحون بالعديد من المطاعم لفترات طويلة، وملمعا للأحذية لكسب مزيد من المال ليتمكن من دراسة القانون. في هذه الحلقة سنتعرف على شخصية عاشت حبيسة لجسدها لمدة 3 سنوات، لكن رغم ذلك قهرت المستحيل واختارت ضربا آخر لتعبر عن ذاتها في مجال الكتابة، والتي هي كانت شغوفة به منذ البداية، وذلك باستخدام عينها اليسرى فقط. جان دومينيك بوبي هو كاتب وصحفي فرنسي ورئيس تحرير مجلة هي الفرنسية الشهيرة. ولد في 23 من أبريل من عام 1952. وفي عام 1995 تعرض جان لجلطة دماغية بقي إثرها في غيبوبة لمدة 20 يوما، ليستيقظ بعدها مشلولا بشكل كلي لا يستطيع حتى الكلام، وذلك إثر متلازمة تسمى بمتلازمة المنحبس. متلازمة المنحبس Locked in Syndrome هي الحالة المرضية التي يكون فيها المريض في حالة استيقاظ ووعي تام، لكنه غير قادر على التواصل الشفهي مع الآخرين بسبب كونه في حالة شلل كامل لكل عضلاته الإرادية عدا عضلات العينين. مر جان بفترة عصيبة حيث فقد نحو 27 كيلوغراما من وزنه في مرحلة زمنية لا تتجاوز 5 أشهر، وبينما ظن الكل أنها نهايته المأساوية، كان الرجل الفرنسي الحديدي يخطط للقيام بما سيبهر العالم لاحقا. وخلال معركته مع المرض قرر جون إخراج مشاعره عبر هوايته المفضلة وهي الكتابة، الأمر الذي وإن بدا في غاية الصعوبة لكنه ليس مستحيلا، بل وبدأ يتحقق بالفعل يوما بعد الآخر. فمن خلال التواصل برمش الجفن مع مساعدته الشخصية كلود مينديبال، تمكن الكاتب الفرنسي الملهم أن يخرج ما بداخله ليصبح أهم مؤلفاته، وهو كتاب بدلة الغوص والفراشة الذي خرج في 7 مارس من عام 1997، حيث لقى استقبالا حافلا من قبل النقاد والجماهير أيضا. يركز الفرنسي جون دومينيك في روايته بدلة الغوص والفراشة على قوة الإرادة الكامنة لدى الإنسان ودورها في تخطي المآسي التي يجد نفسه غارقا فيها في رحلة حياته، وضرورة البحث عن سبل للتأقلم مع الوقائع والمستجدات مهما كانت قاسية أو مضنية. انتهى مشوار جون دومينيك بعد صدور كتابه بـ2 فقط في 9 مارس من عام 1997، بعد أن ترك صورة جديدة للأمل أقوى بكثير من كل الظروف القاسية التي عاشها. حتى وإن تركته حبيسا داخل جسده، لكن لم تتمكن إطلاقا من حبس أفكاره وإبداعه.